غرفة رباعية كيف مركزي، أربع سرة. ما شاء الله ما شاء الله، جيد. يبقى عندك كوفي ايتمز، كرسي حتى في الدوش. كل الغرف. هذا ما شفته من قبل. نظر الخيط. يرتاح طبعا، زبون يرتاح. شامبو ميلا. هو هذا ايش؟ اول مرة اشوف هذا. لوكس، لوكس براند. اشياء غريبة ما شفته من قبل. لا هذا ولا هذا ولا هذا. هذا مفتاح، هذا مفتاح لكل غرفة. كل غرفة تمام. دخلت تشوف. هذه الغرفة ثنائية، ممكن نصوي مزدوجة للزوج والزوجة فيها. أوه ما شاء الله. وهذا ايش يسمونه؟ صفا، صفا بيت. ايضا يمكن ممكن ينام عليها. ما شاء الله ما شاء الله، مكتب. هنا تجلس وترتاح وتشتغل. هذا من اين خشب ياتي؟ ليس من روسيا. لا هذا من تركيا. هذا تركيا. سبحان الله. السرير من الامارات. اها اها. هذا شيشة. هذا هو شيشة. هذا فقط للبيست. ميكوا فقط في الغرف خاصة بال زبون في اي بي. كل غرفة موجود سيل بوكس. كأنه خمسة نجوم يعني فندق. جبل النور. ما شاء الله. جبل النور. جبل النور فيو. ايوه. ومستشفى تحت. هذا مستشفى فيصل. نحن دائما هنا ناتي. ونرجع الى الصور، الى فندق. هذا هو غرفة، حمام، اثنين سرير، والصور صور جميلة جدا، والغرف جميلة. الفندق نفسه فندق هو جديد، نفسه فندق هو جديد، سنتين فقط، سنتين. انظروا ولاحظوا، ثلاجة وإبريق الشاهي ودولاب، ما شاء الله، ولا ممر. وهذا للزوج والزوجة، ما شاء الله ما شاء الله. صفا بيت وزوج مع الزوجة على السرير واحد يرتاحان. حتى ستايل، ستايل هذا، انظروا مرتبة وسرير، ما شاء الله. صحي صحي يا إخوة الكرام. وهنا تنوير، لا إله إلا الله. ومسجد، مسجد جناح للرجال وجناح للنساء، لا إله إلا الله. وحمام، ما حمام هناك. ودخلنا مطعم، ما شاء الله، مطعم مكتوب السرور، نور وسرور. ما شاء الله، مطعم جميل جميل جميل. والحمد لله الحمد لله. ثم شربنا القهوة الشاي وأخذنا الأسعار. بارك الله فيكم. من يريد منكم هذا الفندق تواصلوا معنا. معكم نور وسرور، مكة سيرفيس.com.